ناشدت وزارة التعليم بالحكومة المقترحة في بيان مشترك مع مراقبي التعليم، ناشدت المعلمين المضربين عن العمل العودة إلى المدارس وإعطاء فرصة للجهات التشريعية لإصدار قوانين تضمن حقوقهم، متعهدة بالمضي قدما في تنفيذ مطالبهم. ومن منطلق حق أبنائنا في استئناف الدراسة والالتحاق بمدارسهم في أسرع وقت، فإن المجتمعين يناشدون السادة في مجلس النواب والوزارات المعنية ضرورة الاطلاع بمسؤولياتهم والإسراع في تبني مطالب المعلمين الآلي وسن التشريعات العاجلة التي تكفل حقوق المعلمين والعاملين بوزارة التعليم. كما نناشد الزملاء المعلمين فك اعتصارهم والعودة لمدارسهم ومنح فرصة زمنية مناسبة للجهات التشريعية والتنفيذية للعمل على وضع مقترح قانون نظام المرتبات الجديد موضع التنفيذ. وتتعهد وزارة التعليم على مضيها قدما في تنفيذ مطالب المعلمين بمحافظة العدالة الاجتماعية الممشودة بين جميع الليبيين دون أن ينعكس ذلك على حق أبنائنا الطلبة في العودة السريعة للمقاعد.